بن مرياح علي شلي. انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العائلة، ليك انت تحمل وتمنى المايدة. OMS كوزيني اوترمون. يا اللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. سمحت شيف، مسهل هالبنة. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترمون. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع. في حلقتنا اليوم باش نحكيو كيفاش تنجم المرأة اللي ترضع تصيم في شهر رمضان، وكيفاش نجمها توفق بين الرضاعة وبين الصيام. كيما زادة باش نحكيو على ليزاستوس اللي تخليك تظهر طويلة وضعيفة وانت تدخل عكس من هذاك. دونك ليزاستوس هذوما باش نشوفوهم بعد شوية. كيما زادة باش نتعرفوا على ساكسس ستوري بعد شوية اللي هي متسابقة الدرجات النارية تونسية. دونك هذا وغيره في برنامج الماتينال، خليكم معنا ومع بعضنا نقولوا مرحبا لشيف. عسلامة ونهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. هذا السوجي يهم برشا عباد، فاطمة طويلة وضعيفة لقطولي فاطمة. يهمنا الناس الكل إذا تحسوا. هي يزم نشوف هالفكرة هذه. اليوم عندي أنا بالطبيعة الحلو، عند سامي ديما الحاجات المالحة المزيانة. أنا اليوم باش نعمل لكم اللي نسميه شوكولات شيبس، معناها بيسكوي بالشوكولاتة، لكن مش في فارينة عادية، فرينتو بالفرينة ساجل وردة، ومعه هو برشا خيرات مزيانة في وسط البسكوي هذا. اقعدوا معنا واحدة واحدة وسخطوا قيدوا كل شيء، خلي سامي يشوفوش بشيء. مرسي شيفة، عسلامة مشاهدينا، عسلامة فاطمة. انا كالعادة المالح عندي، انا اليوم جبت لكم دو ريسيت، واحدة خفيفة اللي هي مش نعملوا الديباركات بالجوتة والسبناخ وجبن بتبيع مرياح، ومش نفوحهم بشوية طن البدر، ومعهم هما باش نعملوا زادة مقرونة اللي اخترناها اليوم، وردة بالقمح البيولوجي، باش نعملوها سوس روزي خلطة بين شوية طماطم اللي متاع البيتزا مفوحة بالبازيليك بالحبق، معها هي شوية كريم فريش بتبيعها بالشوفريت. تبعونا وإن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم.
بالطبيعة ما عناش شك لشيف، دونك استناونا في الغوسات نتاع لشيف في الملح وفي الحلو. أما الانطلاقة باش تكون مع سبوت الخاصة بتن البدر كيف كيف اللي هو تن الموجة، كما تعودنا في كوجينة الماتينال ديما مزينا الأطباق نتاعنا تن البدر سواء بالزيت النباتي ولا بالزيت بيان سور زيت الزيتونة، كيف كيف تن الموجة اللي فما للناس اللي ممكن عندهم مشاكل صحية، فما راهو نوعية من تن الموجة اللي ما تلقاهاش فيها لا زيت زيتونة لا زيت نباتي، تلقاه معناتها مغمس في الماء، دونك حاجة ناتشورال. تن الموجة، تن البدر، وهل يخفى القمر؟ دونك خلينا نشوفوا سبوت الخاصة بهم وبعد نرجعوا نحكيو.
مرحبا بكم مره اخرى. دونك في البلاتو كما تشوفوا بحذايا مدام فداء عياشي اللي هي قابله واخصائيه في الامومه والرضاعه الطبيعيه. مرحبا بك مدام. عايشك صافا؟ الحمد لله عايشه. اليوم باش نحكيو كيفاش من كل مراه اللي تصيم كيفاش يلزمها ترضع، وقتاش تنجم توقف الصيام نتاعها اذا كان باش تولي فما انعكاسات على صحه صغيره. هذا الموضوع مع مدام فداء. كيف كيف بحثنا ساره ترابيسي، مرحبا بك. اهلا مرحبا بك. صافا خبيره في كل ما هو لوك وحكايات وفازات. ايوه انا راني ما نجمش نسكت قدام الاناقه والجمال، خاطر اناقتك اليوم جلبتني على الله. يعيشك يا خو بخاطرك. انا اليوم نلبس من عند سي ان ديم بوتيك تلقاوها في سكره، بالحق مزيانه روبتها حاجه حلوه يا سيدي. عجبتني. دونك اليوم باش تقول لنا كيفاش نكونوا ضعاف وطويل. كان في بالي راني ما عملتش الريجيم اللي قادر نعمل فيه. تعمل الريجيم من نعطيك ديزاستوس تعمل بهم كاموفلاج. هايل برشا. دونك نحبوا نكاموفليو نتبعوا مدام ساره ترابلسي بعد شويه من الانطلاقه تكون مع مدام فيدي. قلنا مدام الانساء اللي قاعدين ان شاء الله معناتها ممكن دوبا باش يولدوا قبل رمضان شويه لقيت هذا معناها وباش يدخلوا في سيدي رمضان وهما يرضعوا في صغيراتهم. هيت ساعه نفسروا للناس ممكن من وقتاش المراه تخمم انه هي تصيم وهي ترضع. اول حاجه كي نحكيو ساعه على صغير كي يبدا عمره اقل من 6 اشهر. اذا كان اقل من 6 اشهر يعتمد اعتماد تام على الرضاعه الطبيعيه، دونك لهنا حسب الدراسات اللي صارت وكل من المستحسن انها الام ما تخممش اصلا في الصيام. اذا كان صغير اقل من 6 اشهر. فهمت. اكثر من 6 اشهر فما زوز حالات، اذا كان اكثر من 6 اشهر ومعتمد اعتماد تام على الرضاعه الطبيعيه معناها ما ياكلش بالكدا، والا اذا كان عنده وجبات منظمه وياكل في ماكلته معناها عادي ورضاعه طبيعيه هذيك ثانويه. وقتها الام تنجم تفكر وتنجم تجرب تصوم. فهمتك. باهي، اكثر من عام بطبيعه الرضاعه باش تكون الصيام باش يكون اسهل على خاطرها تنجم تتبع نصائح اللي باش نعطيوهم لها وتكون اسهل برشا باذن الله. باهي برشا، زاد فما الصغيرات اللي ممكن يدخلوا لهم حليب نقولوا احنا الحكك وغيره من اللي هما بيبيات بكل. دونك هذوك هذول المرات تنجم تصيم ما تصيمش شنو تعمل؟ اقل من 6 اشهر. اي بالنسبه لي انا نحكي على اللي تكون الرضاعه الطبيعيه 100%. فوالا، دونك الطريقه الناجحه باش. اي والاغلبيه نتاعنا تو مش 100% بصراحه معناها، دونك كيفاش تعمل؟ تصيم ما تصيمش شنو تعمل؟ دونك هذا هو، فما حاجات لازمها تراقبهم. بالضبط. في تراقب حاجات فيها هي وفي البيبي نتاعها، اذا كان صارت راه هذيك معناها حاجه اليخت لازمها تقص معناها لازمها تاخذ رخصه اللي عطاها لها ربي معناها. صحيح صحيح. باش تفطر، اذا كان ما صاروش ولاباس دونك فما نصائح اخرين نعطيوهم لها باش تكمل صيامها وكهو. فهمتك. باهي شنو الحاجات اللي ممكن يظهروا على المراه ولا يظهروا على عند البيبي اللي تخليني نوقف الصيام؟ باهي، اولا ساعه نبداو بالبيبي. باهي البيبي اذا كان عدد الكوشيت عدد الحفاضات نتاعو اقل من العادي، هو في الـ في الـ في العادي معناها في بالمعدل الصغير يعمل بمعدل 6 حفاضات في النهار، اذا كان عمل اقل والا اذا كان شافت شويه دم في الكوش نتاعو راه هذاك ديبيو نتاع ديزيدغاتاسيون. لازمها تقص صيامها وتفطر وترضع صغيرها بالكدا. اذا كان الصغير يبدا يرضع ويقص على الرضاعه ويولي يبكي دونك هذايا سي تنسيني اللي هو راهو باش يوصل له الماكله. ينجم يكون مشكله نتاع التقام، بطبيعه نوريكم بعد كيفاش تكون التقام الثدي صحيح. اما انا نحكي على هذا في الصيام اللي هو مثلا المشكله هذه تكون ماهيش مطروحه في الحاله العاديه، طرحت كان في رمضان اللي هو الصغير يكون يرضع بعد بعد راسه يولي يبكي. اذا كان الصغير يطلب رضاع اكثر من مره معناها بعيدا على فترات طفرات النمو اللي هما يصيروا كما نعرفوا في 3 اسابيع، في 10 ايام، في 6 ايام، في 3 اسابيع، في 6 اسابيع، في 3 اشهر، في 6 اشهر، وفي 9 اشهر. دونك هذوما طفرات النمو اللي هو الصغير باش يطلب اكثر حليب في وسطهم. دونك احنا نبعدوا على طفرات النمو والصغير معناها يولي يبكي برشا في النهار على طول النهار معناها جيعان. دونك هذه سي تنسيني اخر. شنو اخر بالنسبه للبيبي نجم يكون؟ هذا هو. انا ما فهمتش معناتها فما بعض النساء اللي تخلط عليهم الشيء معناها تقول لك انا صايمه تو ما تقولش ماشي في بالها حتى صغيرها باش يصيم معناها حتى عدد المرات اللي باش تعطي فيهم صغيره احنا كل ساعتين تعطي الصغيره 3 سوايع غرون ماكس تعطي صغيره يرضع تولي تتباعد الحكايه تولي حتى بالاربع سوايع ولا تتلهي في الكوجينه ولا تتلهي بخو ولا فهمت رمضان تكثر فيه القضيه وكل شيء دونك حتى المراه دي فوا ما عادش تلهي كيما يلزم بيبي صغير موجود عندها
دونك يلزمنا نعاودوا نذكروا ملي راه كل ساعتين عندك ترضيع لصغيرك ما تنساش. بيع هو رمضان على الكبار ومش على الصغار. باش يبقى يرضى على روحه في العاده الطبيعيه معناها بالريتم نتاعو نورمال في طفرات النمو باش يزيد اكثر الرضاعه نتاعو وسينو باش يرجع يبقى يرضى عادي معناها ما اللوم شنو يظهر عليها اذا كان الحليب نتاعها قص او الصيام تعبها. كان نقص ما نوصلش اللي قص. اي صحيح اذا كان يبدا ينقص هي تعرف اذا كانت تجبد بتير لي. دونك بطبيعتها باش تشوف الكونتيتي. حاجه اخرى اذا كان حست بدوخه كبيره اذا كان حست بفمها شايح اذا كان حست بوهن والتعب معناها وفاتيج اكثر من العاده ولا فجائيه لازمها تقص تقطع الصيام وتفطر. هات نرجعوا للام توا الام اذا كانت حست الحليب نتاعها نقص مثلا ولا حاجه نعرف اسكو فما ديزاستيوس تخليني انا الرضع عادي في رمضان ما غير ما تصير المشاكل هذه. اكيد احنا توا مازال عندنا جمعه بعيد على رمضان فما اكثر طريقه تنجم تحسن الرضاعه الطبيعيه اللي هي التحفيز. شنو هي اللي هي مثلا توا نقولوا احنا بعد لا تكمل الام ترضع صغيرها كمل شبع وسيء نحفزوا الثدي باش يزيد يصنع اكثر. حاجه لازمها النساء تعرفها يراهم ما فماش حليبي ما فماش ما فماش حليبي ما يشبعش ما فماش ما عنديش حليب لي سان معناها الثدي نتاع المراه راهو ماهوش مخزن نتاع حليب معناها تخلي غادي يقول انا تو ما رضعتوش خليته من بعد يشربهم لي راهو مصنع للحليب يعني انت خدمه تحفز الثدي خدمه تعطي ترضى خدمه يجي. دونك احنا باش نحفزوا الثدي من توا نبداو نعملوا نظام تاع تحفيز من توا كل واحنا قبل الجمعه من رمضان باش كي توصل رمضان تلقى روحك زادت الكونتيتي نتاع الحليب تنجم حتى تصوم باذن الله. اي التحفيز كيفاش يكون؟ اللي هو تكمل ترضع طبيعي على روحك المده باش تكون ربع ساعه نص ساعه اللي هي بعد لكمل صغير شبع ناكد اللي هو شبع وكمل ناخذوا التيرلي نتاعنا ونتجبد بيه في النهار الاول النهار الثاني ماهوش باش يجبد على خاطر هذيك هي الكونتيتي اللي عندنا احنا في المخ اللي هذيك هو باش يجبدها. بعد نهار الثالث الرابع تولي تعرف تولي تكتشف اللي هو بدا المخ يعطي في سينيال يا مخي راني لازم حاجتي بكونتيتي اكثر من اللي مستانس نعطيها دونك يولي يعطي كونتيتي اكثر تولي يجيها كونتيتي اكثر. حتى وكان هي طول النهار ما تشربش ماء مثلا؟ لا هذايا يصير مع نظام غذائي كامل متوازن مع كميه ماء لازمها تكون اكثر ما لازمها تشرب 4 لترات في النهار. ايوه اذا كان انا صايمه كيفاش نعمل؟ انا مش عطيه يعني صح هذيك نتاع انها صايمه كيفاش تنجح الصيام نتاعك اما هذه نحكيو احنا كيفاش من توا قبل سيدي رمضان فوالا دونك هنا هذه الميثود تعملها للتحفيز باش تزيد كونتيتي نتاع الحليب باش تنجم في رمضان اذا كانت تتبع النصائح تنجم تصوم وتنجم ترضع في وسط النهار معناها مش تقول انت باش نعطي حكه في وسط النهار باش ندخل له الحليب الحكه في رمضان على خاطر باش نصوم هنا لا نعطيك لازم معناها تكمل تصوم على روحك وكان صارت اي حاجه تقطع صيامك باهي. توا شنو لازم تاكل المراه وقت اللي تقع صايمه؟ باهي اذا كان هي جربت باش تصوم ساعه اول حاجه احنا كي باش نجربوا الصيام لازم تعرف اللي راهو الصيام لفترات قصيره راهو ما ياثرش على الحليب. وقتاش ياثر؟ وقت اللي تولي مده طويله. مثلا جيت تقول لك المراه انا راني صمت اياماتي رجعت اياماتي وما عادي نورمال. جيت في رمضان ودخت. فهمت. جيت في رمضان وما نجمتش. علاش؟ على خاطر برشا ايامات ورا بعضهم. دونك لهنا شنو انا نصحوهم ندخل صوم وارتح صوم وافطر صوم شو بعض فهمت خاصة كي يبدا صغير مازال ياخو معناها يكون على 6 شهور ويرضع بالكدا دونك تصوم وترتح. حاجة أخرى كي تبدا صايمة في وقت الفطور اللي هو بين المغرب والشقان والسحور لازمها تشرب 4 لترات ماء لازمها تاخذ برشا ليكيد برشا سوائل برشا تيزانة. الوجبات لازمها تقسمهم وجبات صغيره نقولوا احنا بمعدل نص ساعه كل معناها بمعدل كل نص ساعه تاخذ حاجه. الحاجه هذه اللي باش تاخذها شنو باش تكون؟ باش تكون غله باش تكون خضره ورقيات خاصه تجيب فيها الحاجات اللي تستحقها الكل. لازمها السعرات الحراريه اللي تاخذهم تكون في بمعدل 1500 سعره في النهار. معناها حاجتنا بالكاليتي نتاع الماكله مش بالكونتيتي يعني ما نزلوش على المقرونه والكسكسي والحاجات هذوك راهم يسمنوا ما يجيبوش الحليب. ناخذوا حاجات قريه اللحم حوت حتى كان ما فماش عادي نجموا ناخذوا بقوليات اللي هو العدس والفازات هذوك يعوضوا معناها يعوضوا بعض. باهي انا باش نستغل حضورك بحذانا وقت نعاودوا نذكروا الامهات كيفاش تكون الرضاعه تكون صحيحه وكيفاش زاد الصغير البوزيسيون ما كنا نحط له باش تكون هو ياكل بالصحيح مش ما يصيروش لا غاز لا برشا مشاكل معنا. باهي اهم حاجه الساعه للرضاعه الطبيعيه باش تكون رحله الرضاعه الطبيعيه نقول انا مريحه وناجحه ناجحه خاطر تبدا كذا انت المراه ما تعرفش تشد ولدها ويبدا يبكي
اصلا تعمل ستريس هي في مخها تولي متغشه فهمت وتحس بالذنب وكل شيء. دونك احنا نقول راهو لي راهو حاجه عاديه ما تتغشش مدام لازم ما تستريسيش روحك معناها وكل لي مثل لانية بعد الولادة عادي انها تكون ما تعرفش مثلا تشد صغير ولا حاجة لهنا تنجم تتصل ولا تنجم تستشير معناها استشارة في استشارية في الرضاعة الطبيعية ولا اخصائية ولا اللي هو معناها نجم تشوف في الصفحات ولو احنا اللي ما نعرفش انا معناها اللي تهم الموضوع هذية هذا هو. بالنسبة للبوزيسيون متاع الرضاعة ديما تقول المرأة مثلا تبدا والدة سيزارين تقول لك انا ما ولدت ما رضعتش على خاطر الجرح يوجع. دونك فما بوزيسيون اللي هي تنجم تشد بها صغيرها وتنجم ترضع اللي هي شنو بما انه الجرح باش يكون هنا البوزيسيون باش تكون هكا بعيد على الجرح بعيد على الجرح على الاخر باش تكون هكا وديجا هو خفيف البيبي معناتها ساهل باش تشدو بالضبط هذا هو. دونك باش تكون هكا وباش بطريقه الالتقام تنوريها لكم بعد اما تو باش نوريكم جوست البوزيسيون كيفاش اللي هي باش تكون هكا باش تكون الصغير مرتاح وهي باش تكون هكا باش تشدو ديما راسه معدوم من هنا وهي هكا ويدها هذه باش تشد بها تعاونوا به هذه للي سيزاريان تعاونهم برشا حتى الفوا باس اما الاكثريه للوالدين سيزاريان خاطر تبداو موجوعين وتقول ما نجمش نشد به. الطريقه الكلاسيكيه اللي هي معروفه برشا اللي هي اذا كان عندنا كوسان داليتمون اي سهل برشا سهل برشا الحياه اذا كان ما عندناش عادي جدا نرضعوا طبيعي ونحطوا مخده زوز الاسونسيال الراس يعلى باهي دونك نحطوا الراس نعلي يدي من هنا المراه لازمها تكون هي مرتاحه خد ما تكون الام مرتاحه خد ما تنجم تواصل تطول في الرضاعه بالضبط هذا هو لازم تطول في الرضاعه من نحيه كان ما ما يشبع كان ما هو يشبع كيفاش نعرفوا يشبع اللي هو يغزر لي في عيني ويبعد راسه صحيح ماهوش يبكي دونك هذه البوزيسيون الثانيه اللي هو راسه باش يكون هكا الكرش في الكرش ديما بطبيعه والراس نبدأ انا نغزله في عيني فهمت. حاجه ثالثه اللي هي ابارتير من 6 اشهر تقريبا نجمو نعملوها اللي وقت اللي بالضبط وقت اللي صغير يولي يوقف ظهره دونك يخف هكا ويرضى على روح به بطبيعه نفس الحركه منا تنجم تعملها على اليمين وعلى اليسار تنجمها على اليمين وعلى اليسار به لانجاح رضاعه طبيعيه لازم طريقه الالتقام تكون صحيحه كل خير شنو هو طريقه الالتقام هذه حكايه ما نعرفهاش شنو اللي هي الصغير كيفاش يشد يرضع من عند امه اذا كان يشد بالصحيح راه باش يعمل تحفيز للخلايا من داخل دونك تولي يرضع بالكدا ويولي المخ يعطي اشارات اللي رانا حاجتنا بحليب اخر وتتصنع الحليب مره اخرى دونك كيفاش بيصير هذايا كله احنا الروبير نتاعنا ديما هو الخشم اي الخشم والدقنونه نتاع البيبي اللي هي هذه باش تكون دونك باش تكون هذه شويه الفوق ايدك باش يرى واللي هو الوجه هذاك وريها الكاميرا اي فوالا هذاك الفم وهذاك خشم البيبي هذا الخشم هو روبير نتاعنا وهذا الفم من هنا الحاجه الغالطه اللي هو ديما نسي تتكلمني مثلا تستشير ولا حاجه تقول لك راهو عندي ديك خفاس معناها تجرح تجرح اي تجرحت ولا بالدم والا راهو كي نسم كي نحط ولدي يرضع نبدا نسمع في حس اذا كان سمعت حس يا مدام راهي البوزيسيون تاعك غلط دونك اش تعمل تحط بصبعك اليسار على حرف فمه من هنا يخرج يسيب فمه يسيب هو ثديك تحط صبعك الصغير من هنا يخرج دونك يسيب هو الفوح الفم تعاود تعمل بوزيسيون مره اخرى تعاود تحاول مره اخرى حتى لين يرضع من غير حس من غير حس اي الطقطقه هذيك هذيك معناها غلط غاز وبرشا حكايات تعمل بالا تعمل برشا مشاكل باهي سينا اذا كان احنا باش نحطوا باش نعاونوا تقول لك انا راني نعاون في ولدي نشد له الغلطه اللي نعملوا فيها احنا ديما شنو تشد كلب المقصص هكا ليه 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 الشكل دائري يلزم لازم تشد اون او هكا ولا اون سي اللي هو هكا هكا تنجم تعاون سينا باش نحطوا احنا صغير يرضع الطريقه الصحيحه اللي هي كيفاش كيما قلنا الروبير هو هذايا لازم الدقنونه والخشم يمسوا في الصدر كيفاش باش نعملوها الفم يبدا محلول واحنا ما نحطولوش هكا خاطر كيش تحط له هكا باش يشد كان من هنا هكا دونك تحفزوا هو هكا شويه شو سبحان الله هو راهو الريحه اللي تبدا في الصدر علاش ديما نقولوا الكريخوفاس الكريخوفاس راهو هذيك ساعات المراه تبدا مهلوسه تنظف برشا تمسح برشا في صدرها قبل ما ترضع بعد ما ترضع وكل شيء هذيك يعمل الكريخوفاس من عند ربي سبحانه والريحه اللي موجوده لهنا كيف الريحه نتاع الليكيد اميوتيك سبحان الله دونك كي تعمل انت هكا تفكروا دونك يحل فمه سورتو اذا كان جيعان دونك هو باش يحل فمه احنا باش ندخلوا له من اللوطه باش نعاونوه هكا باش ندخلوا هكا من اللوطه اوب يدخلها الكل فهمت وقتها يولي يلا
اوكي هذه هي الطريقه الصحيحه باش يرضع هو بالقد. يعطيك الصحه، برافو. فداء عيشي قابله واخصائيه في الرضاعه الطبيعيه. رايك حبيت تقول سمحي حاجه كان ممكن تعدى اللي شفت النصائح هذوما الكل نجم يخون في الانستغرام تاعي فداء عيشي. عندك مشكله عيشك هي فداء عيشي الحب الانستغرام نتاعها طالع. دونك مرحبا بك فيدي. ها هو تشريق بك باش نشوف طلعت ولا الموبغ دو فيو ولا بوني نتاع فيدي عايش. قلت لي قابله اخصائيه في الرضاعه الطبيعيه. رايك نعرف انت متزوجه مش مازال؟ اي متزوجه ومريت بها المراحل اللي تحكي فيها الكل، وحسيت روحي بالحق عملت اغلاط وفما حاجات اي هاني عملتهم صحيحه، هاني عملتهم صحاح فريمون تبارك الله عليها. تعرف تفسر مليح مليح وضحت لنا برشا حاجات سورتو على حكايه الصيام وكل شيء. انا مثلا كنت الرضعه وصمت رمضان الكل وحسيت بالتعب هذا الكل وما قصيتش، فهمت؟ كان جات وقتها عندي فداء راني كيفاش نصيم نهار وتفطر نهار ولا تصيم نهارين وتفطر نهار. مشكورين يعطيكم الصحة ضيافي. خلينا نمشيو بحذا لشيف. ميرسي، مرحبا بكم فاطمة. أنا هنايا باش نبدأ لي بيسكوي نتاعي هذوما لي تشوكلت تشيبس. علاش نسميهم تشوكلت تشيبس؟ على خاطرهم فيهم شوكولاتة، فيهم دي فلوكون دافوان، فيهم غرانولا، فيهم لوز، فيهم زيت نباتي، فيهم فرينة فارين دو سيغل وردة، فيهم نوا دو كوكو، فيهم سكر لك هذايا الاسمر لو سكر بران لي السكر نتاع القصب، وفيهم عظم، وفيهم بالطبيعه اللي يقول بسكوي يقول اما خميره ولا بيكربونات. انا بالبيكربونات دو سود اسمه خشيف. اول حاجه نعملوها كعبتين العظم نحطوهم ونخلطوهم مع السكر 100 غرام سكر حتى لين يذوبوا بالقدا بالقدا، باش من بعد نكملوا عليهم بقيه المكونات. لكن هذوما نقعدوا نخلطوا فيهم حتى لين السكر نتاعي يولي اونكتيو ويذوب. تشوفوه دايوغ يتبدل التكستور نتاعو مادام ماذا بالسكر، مادام انا نحرك كيما تراو هكا ما حاجتيش باش نركض ياسر، لكن حاجتي سورتو باش نذوب السكر. انا نصب عليهم الزيت بالطبيعه باش يعاونني على باش تكون الخلطه طرية والسكر هذيب باش ما تفيضش في الكوشه. ديما نقول ذوبوا مليح السكر اللي باش تخدموا به الحلويات نتاعكم. انا نكمل نخلط هذوما بالقدا بالقدا ومن بعد نكملوا بقيه الوصفه ونخلي سامي شنو عنده تو. مشكورة شيف. أنا كما قلت لكم اليوم باش نعملوا بركة بالسبناخ والقوطة وطن البدر. أول إتاب عملناها خذينا السبناخ غليناه في شوية في الماء بيان سور، طيبناه ومن بعد حطيناه ديريكت في الماء البارد باش يحافظ على اللون نتاعو وخليناه يبرد. معناتها من بعد ما عصرناه بالكدا 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 من الماء نتاعو باش ما يقلقناش من بعد في الفارس. دونك أول حاجة باش نحط السبناخ نتاعي مع هو القوطة بالطبيعة من عند مرياح كما تشوفوا من بعد ما سقطرناها بالماء اللي هي 100% ناتوريل. وباش نزيدها الفخوماج اخترنا اليوم كالعادة مرياح رابي، أنا رابيتو بالطبيعة اللي مفوح بالفلفل الأكحل. باش نزيد عليه عظمتين ولا ثلاثة، أنا نزيد بشوية بشوية العظم ومن بعد كان ناقص بالطبيعة نكمل العظم اللي قعد لي. وكما تشوفوا لهنا اخترت اليوم انا طن البدر بزيت زيتونه. الزيت هذاك مانيش باش نلوحه، باش نفوح به الفارس نتاعي باش نعمل بهم الليزون وباش ناكل فصوص كما تشوفوا فيهم تاع طن البدر باش نحطهم الكل مع بعضهم وباش نخلطهم بالقدا بالقدا بالقدا. جوست باش نزيدهم شويه ملح وشويه فلفل اكحل تفاح هذوما باش نخلطهم ومن بعد باش نكملوا نمنجوا مع بعضنا البركات نتاعنا بالطبيعه. ومازالت عندنا المقرونه اللي بالشفريت صوص روزي. نرجع لك فاطمه. ميرسي للشيف يعطيكم الصحة. نرجو نحكيو مع سارة ترابلسي. مرحبا بك مرة أخرى سارة. وبيك عايشة. صافا؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم باش تعطينا لي زاستيوس كيفاش نجمو نكونوا طويل وضعاف. بكلكو زاستيوس ممكن نكمو في اليوم بلبسة ولا بحاجة. إي وي. شو قبل كل شيء هو راهو هما زوز مواضيع ما راهم ليا ببعضهم. بيان سور. لو فيت أنت تحب تبان أطول سكو باش تبان أضعف أوتوماتيكمون. وي. ونحب نقول راهو كل مرأة لازمها تقبل روحها بالبدن اللي عطاه لها ربي، على خاطر راهو سر الجمال بتاعها يكون في البدن اللي عطاه لها ربي، كو سوا المورفولوجي والا السيلويت نتاعها. لا فام وقتاش تعتبر فام بوتيت؟ معناها فام قصيرة، كي تبدا تحت المتر و60
الراجل كي يبدا تحت سلكناها سلكتها بالعاده حسيتك قصتها بالعاده لا ذاك هو الصحيح والراجل تحت المتر وسبعين ولازمني زاد نقول اللي فما برشا نجوم معروفين نتفرجوا فيهم في التلفزه ويظهروا لنا طويل ورشيقات وانيقات وهما كان باللبسه على سبيل المثال يجي لبالك اللي ننسي عجر مقصيره اي اصاله اي بريان فارس يارا كل يارا نجوى كرم هذوما كلهم القامه تاعهم قصيره اما بتتخ احنا ما نحسوهاش برشا نجوى كرم راهي متر 55 اصلا بتتخ احنا ما نحسوهمش برشا على خاطر يعرفوا كيفاش يلبسوا نجوى كرم تلبس اي يعرفوا كيفاش يلبسوا يعرفوا يورونا اللي هما السيلويت تاعهم والو اي وكي قشالي معظمات معناها في البدن زاد افكتيفمون باش نبدا باللي زاكسيسوار باش نبدا بالمظهر عامه المراه كي تبدا بوتيت المراه كي تبدا مثلا قصيره القامه شعرها ما لازموش يكون طويل برشا علاش الشعر يبدا طويل برشا سورتو تبدا عطيتني بالقفاء انا اوتوماتيكمون شنو باش نشوف نشوف شعر ومن بعد ساقي اول تحب انت شعرك طويل تقول ما نحبش نقص والا حاجه اعمل لو ماكسيموم باش ديما تهزو الفوق والا كوتشيفال تبدا طويله والا هكا اللي تبدا كعكه هكا يا الفوق شويه هذيك راهي تالونجي السيلويت نتاعك خير من اللي يبدا شعرك طويل الطول المناسب للشعر للمراه اللي تبدا بوتيت يكون لهنا حد الكتاف وكهو في لي زاكسيسوار تو سكي كولي وكل شيء ابعد على حاجه غوند البس حاجه طويله هذيك راهي كيف كيف تعمل لك طول فوق راسك البس لي شابو لي شابو معروفين اللي هما توندونس تاويكا كسوا في الصيف والا في الشتاء لي شابو يخليو العين ديريكت تمشي للشابو هذيك يخليو يظهر المظهر بتاعك اطول في لي ساك ابعد على لي ساك الكبار البس لي ساك صغار بوندولير طويله فهمت راهي العين ديريكت مو باش تمشي للحاجه طويله هكا طويله اي سورتو كي تبدا مثلا دوغي والا ارجون نحكي على البوندولير في الصبابط كيف كيف نبعدوا على الحاجه الغوند نلبسوا الحاجات اللي يبداو ستيل لي زاسكاربان تبدا فينو بوانتو طالون هكا العلو بتاعها يبدا فينو برشا نبعدوا على حاجه مدوره والا حاجه مربعه ديما حاجه فينو وسامبل اذا كان تحب تلبس البلا وهو العادي بتاعنا معناها ماكش باش تعدي نهار كامل لابسه طالون فما شكون تقول لك انا اوكي قصيره اما الطالون نحب نلبسه كان في المناسبات في نهارك العادي مثلا الحاجات سبور اللي تلبسها كيف كيف ابعد على حاجه غوند البسها عاليه اما ما تكونش غوند حاول فيها هكا تكون مذبه شويه وكي تلبسها دو بريفيرونس تكون قريبه برشا الكولور دو بوم تاعك خاطر شنو في ستيل اللبسه اذا كان انت تحب تلبس لي كولور تحب تلبس مثلا اورانجي بلو صبات شنو باش تلبسه يا اما يكون كولور السروال بالضبط يا اما يكون كولور دو بو حاجه نيود علاش انا نلبس لورانجي البلو نزيد نلبس اورانجي سي بون العين تقصت مرتين ظاهره انت من الفوق اورانجي من اللوطه اورانجي اش قاعد له البلو حكايه فارغه ولبس لي تاي اوت لي تاي اوت هما اللي ظهروا اللي ساقيك طويل اي سورتو اذا كان انت مثلا قصر عندك في بارتي نتاع الساقي تاي اوت ومعاه سانتور الفوق كما نشوفوا في الاطلالات اللي محطوطين عندنا لهنا معلوم مدينات معنا نورمالمون لابسين حاجات طويل لابسين حاجات طويل انا حبيت نفسر اكثر من مدينات لهنا في لي ستيل موجودين كل اصح وحده هذه اللي بالبلون قل لي علاش خاطر اللون الموحد لون بركه تعتمد في اطلاله واحده لون واحد هذاك يظهر لي انت طويله مع انها لبست سانتور كسرت بها اللون كانت في بارتي عاليه شويه جات تحت البواترين بالضبط لهنا ظهرت لي اللي هي اطول من الاطلالات الاخرين الاخرى بيجين وبلو الاخرى شوميز فاتحه وبلو الاخرى عكست ظاهرين قصار بورتون هي البيضه بيضه هي نفس العبد ما ظهرت نفس العبد اما تبان اطول هذه تتسمى حاجه باهي على الاخر باه قلنا اطلاله اللون الموحد راهي تالونجي السلويت بالكدا ظهر لي انت اطول كيف كيف لي كومبينيزون كي تلبس كومبينيزون معناها نوار بلو اي لون تحب عليه انت راهو يظهرك اطول لي تاي با نبعدوا عليهم كومبليتوم نلبسوا التاي اوت تقول لي انت انا نلبس التاي اوت تمام ما يظهرش والا الشوميز اللي باش نلبسها فوق تكون طويله البسها الشوميز طويله دخل شطر وخلي شطر وخلي شطر والا دخلهم الزوز وخلي التيلاني طويل معقول اذا كانك متحجبه وتحب تلبس لي بونتالون سيغاريت والا حاجه وتلبس فوقهم انت من المعطي تلبس فيهم حاجه طويله نقول لك حط الفونت من قدام محلوله على قليله النيفو تاع الركيب
ودي ما ركز في لبستك على شنو، انك تلبس حاجات مخططه بالطول. اي لهنا في التصويره عندنا انت تقول لي شنو الفرق. شنو الفرق؟ غادي كدو كولور اورانجي وغري، غادي كغري في غري والسروال مخطط بالطول. لهنا بالنسبه ليا الاطليله اللي كانت غري في غري معناها تعمل لي كاموفلاج اقوى من التصويره اللي هي اورانجي وغري. فهمت. السروال طول السروال صحيح، خاطر لا فام بيتي دو بريفيرونس السروال يكون يوصل للشوفي نتاعها، ماشي طويل برشا. اطول شويه لا، لازم يكون واصل للشوفي نتاعها. نمشي لحاجه اخرى في ليكول بتاع لي بول، دو بريفيرونس تلبس ليكول في لي فيست، زاد كيف كيف لازمهم يكونوا على الفي. اذا كان الفيست فيها ريفير، الريفير زاد تكون عاتيه بالطول، ما تكونش لا عاتيه لا بالعرض لا مدوره لا بالطول حتى شيء. تقول لي انا مثلا نحب نلبس الملموم، انا متحجبه، البس الملموم، البس الكول العالي، اما حاول اللي لبسته من الفوق تلبسه من اللوطه باش تكون اطلالتك متكامله وتلبس اكسسوار عاتي بالطول. هذاك كاموفلاجي بالكدا. لهنا عندنا لبسه بتاع سهريه، هكا لافام بيتيت لازمها تلبس السهريات. الكول يكون ديجاجي اذا كان مثلا المنش طويله، ولازم الفونت. كان نلاحظوا النجوم الكل كلهم بالفونت، علاش؟ خاطر يحاولوا يخفيوا للماكسيموم طول القامه نتاعهم، مع التالون يعاون برشا. خاطر اذا كان جات الروبه مسكره راهي تتغم بكلها على السيلويت، الفونت هذاك هو اللي حير العين شويه. بوغتو يمشيو برشا زاده على نقولوا احنا الحزام زاده. التاي لازم يكون ضعيف باش تعطي فورمه كوم سي ياسر طويله. التاي لازم يكون ضعيف، واذا كانوا مش ضعيف رانا نضعفوه. كيفاش نضعفوه؟ لي كاليتي بتاع التيسو، الديزاين اللي نلقاوه في القماش. لهنا مثلا البرودوري اغزر لك كيفاش ماشيه، ماشيه من جهه الاكتاف وهابطه وين تقف، تقف لك في النيفو بتاع التاي. ومن بعد شعنا عندنا سانتور منها فيها. السبته هذيك كبست لي وماركيت التاي مليح مليح. تنجم تكون راهو لا سيلويت بتاعها هذيا تكون اون اش، معناها تكون فام ريكتانغولير نقولوا احنا مستطيله. بالموفمون اللي عملتها من الفوق والموفمون اللي عملتها تاع السانتور في التاي، ظهرت اللي هي السيلويت بتاعها اون ويت ولا اون اكس، اللي هي السيلويت اللي لوجوا عليها لي فام الكل. فهمتك. اهم حاجه في السيلويت بتاع المراه انها تخلق ليكيليبر من البارتي الفوق للبارتي اللوطه والظهر الحزام بتاعها. علاش انا ديما نقول البسوا لي تاي اوت، فهمت؟ باش تظهروا بوغ ماركي بيان لا تاي. هي بي حاجه اخرى زاده كيف كيف باش نظهر بها التاي وباش نظهر فيها اللي انا عندي كيما نقولوا احنا كالدخله اللي في الحزام بتاعي. توا اكثريه لي روب يتباعوا باللي ستراس والا باللي موتيف ولا باللي برودوري والا حاجه، تلقى راهي البرودوري على الجنب هذا والا على الجنب هذا والا تلقاها على جنب الزوز. لي روب هذوكم ينشحوا لا سيلويت ويوصلوني البيوت اللي انا نحب عليه. باهي لي فرونج، لي فرونج زاده كيف كيف يعاونوا كيبداو على الجناب. لي بونتالون، لي بونتالون تويكا طالعين تلقى البونتالون في الجنب بتاعو تلقاه نوار والجنب بتاعو فما بوند بيج، هذوكم زاده كيف كيف ينشحوا لي لا سيلويت بتاعي. راهي عيني ديريكتومون باش تمشي للبيج اللي في السروال اللي هو عامل عاتي بالطول من البارتي هذيا للشوفي. هكاك ما نحسش بالكل اللي انت مثلا فام بيتيت. فهمت. والا العكس بالعكس يكون السروال فاتح والبوند هذيك تكون في النوار. مثلا فيما يخص الرجال تلقاها البوند في لون السروال اما بماتير اخرى. هذيك زاده كيف كيف تعمل كاموفلاج. في لبسه لي موتيف ما نقولكمش البسوا دي موتيف معينين فما تلبسهم وفما لا، نقولكم اعتمدوا الخطوط العاتيه بالطول اكثر من خطوط العرض. خطوط العرض تعرضك وتقصرك، خطوط الطول هي اللي باش تعطيك الطول. اذا كانت تحب تغطي اكثر كيما مثلا في الغوب نتاعك فاطمه فيها أي. طريقه ياسر ياسر ذكيه. اي من الفوق. انا بوغتو مانيش فام بيتيت. اي اما لي مانيش بيتيت. اسمعني الغوب نتاعك راهي بطريقه ذكيه انت لابستها وتمشي على مع لي مورفولوجي الكل راهو. من الفوق عاطيه خطوط هكايا جايين كيما نقولوا احنا على بالاجناب جايين يعرضوا البارتي بتاع الاكتاف ومن اللوطه جايين بالطول. اذا كان المراه عندها الكرش تغطي بها الكرش بتاعها خطوط الطول. الحمد لله يا ربي. خطوط الطول هذوكم يتغطوا كيف كيف. هذيك الغوبون اللي معموله زاد كيف كيف يعمل تاي ويحذق الغوب ويعطيها جماليه رائعه. وي دو بريفيرونس لي فام بيتيت ما يلبسوش حاجه طويله برشا. اذا كانت
تلزيت باش تلبسها طويله كما قلنا الفوق والا تقصر من قدام وتطول من التالي. هذا ديجا هي قصيره من قدام وطويله من التالي افكتيفمون هذاك هو المطلوب. تقولي انا باش نختار الغوب بتاع المغياج بتاعي راني يعني باش نحير باش نحير معناها قولكم راهو فما الشوا اما انت اعرفي لوين تمشي. لا فام بوتيت باش تختار الروب بتاعها توا طالعين توندونس لي غوب القصار اللي هما اقصر من الركبه والا تحت الركبه بشوي والا طالعه لغوب اللي تبدا من لوطه ميني جوب ومن الفوق فما سور جوب هذاك زاد كيف كيف كاموفلاجي بالكدا. اذا كان العروسه مثلا ماهيش متحجبه دو بريفيرونس تكون الغوب بتاعها بغوتيل. اذا كاني متحجبه تحاول تختار الغوب بتاعها تكون بكول عالي تكون لا كوب دغوات والا سيغان والدغوات والا سيغان اللي تبدا لبسته ما يفوتش الشوفي نتاعها وتعمل كلا سور جوب لا سور جوب اللي تبدا فيه دي موتيف والا تريزا عاتيين بالطول باش يعملوا لها لونغور ومن الفوق تعمل تعتمد لي توربون. واذا كانت تحب تزين وعرسها بالعشيه ولا ستيل ريسبسيون والا حاجه نجم تعمل ان بتي شابو على جنب هذوكم راهم يلاه نجيو السيلويت بالكدا بالكدا. يعطيك الصحه. وي بي نحكيو على العروس توا شويه ولا خاطر الرجال نسيناهم. ماله 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 ما نساوهمش ماله ماله العروس يصرف العرس سامحني اعطينا خليه يفرح على قليله. العروس كي يجي يختار الكوستيم بتاعه اهم حاجه يختار الخطوط اللي في الكوستيم يكونوا هكا عاتين بالطول يبعد شويه على لي كارو ويبعد على عاتين بالعرض ويبعد على انه يلبس الفيست تبدا مثلا نقولوا احنا كرويت والسروال يبدا ما فيه حتى شيء دو بريفيرونس كيما الفيست كيما السروال ويحاول يعتمد اللون الواحد جوست يكسر بالشوميز هذيك يفتحها يبعد على لي بابيون هذا نحكي على الراجل كي يبدا طوله اقل من متر وسبعين يبعد على لي بابيون يلبس الكرافات الكرافات راهي تعطي طول اكثر للسيلويت اذا كان عنده الكرش يلبس الجاكيت الجاكيت لازمها تكون كروازي خاطر الكروازي ولي بوتون على اليمين وعلى اليسار راهم يخبيوا الكرش اكثر اذا كانوا عروس هكا سبور ويحب يشطح في عرس وينقز كل شيء يلبس لي بروتيل لي بروتيل يعاونوا ويطلعوا لا سيلويت وكيف كيف السروال ما يفوتش الشوفي ويلبس معاه اكل ستيل اللي طالعين تويكا لي موكاسان لي بالغين اكل ستيل الخفيف ويكون كولور السروال. رد بالك تلبس سروال فاتح وصباط غامق والا العكس بالعكس خذهم نفس اللون ولا نفس الطن وعلاش ليه كان عرسك بالعشيه وعروستك لبسه شابو انت زاد اعمل فازه ولبس الشابو. هايل برشا يعطيك الصحه دونك الشعب كامل يلبس شابو في العرس تحسهم خاطر في تونس ما احناش ياسر طويل دونك الكلنا باش نكاموفلي. ميرسي بوكو يعطيك الصحه ساره ترابيزي خبيره مظهر ولوك دونك فريمون يعطيك الصحه على المعلومات نتاعك. ميرسي مره اخرى اختي الباهيه نتقابلوا ان شاء الله بحذا لي شيف خلينا نمشوا بحذا لي شيف. ميرسي يا فاطمه انا هنيه تشوفوا في الخلطة متاعي ولا تكيني مايونيز تشوفوا فيها تقول عليها أعسل بالسكر الأحمر هذايا وحطيت لها العظم والزيت. هوني عندي بيكربونات دو سود سمارت شيف نحط حكر مغرفة قهوة معناها شطر باكو نجي نحطه في وسط الفارينة عمري ما نحط البيكربونات البراء من الفارينة هذايا نخليها على جنب. عندي فلوكون دافوان باش نخلطو هوني عندي 80 غرام عندي 100 غرام لوز احمر مرحي نحطو مع الخليط نتاعي وعندي نوات كوكو هذوما 100 غرام نوات كوكو هذوما كل نخلطهم قبل ما نحط الفارين دو ساغل نتاعي ونجي ناخو الغرانولا هذية اللي من عند كوزينات اللي فيها تشوفوا في وسطها بنان فاكية معناها فيها فغمو مخلطة من جميع مال فواكه اللي فيها والقلوب والغران فيها الفريساك فيها برشة حاجات مزيانة ونحطها في وسط الخليط هذية نخلط هذوما ومن بعد نكملوا ليتاب اللي بعدها ونوصلوا للفارينة ولا خاطر فما استوس كيفاش باش نطلعوهم دي شيبس هذاك علاش نخلي الكلمه لسامي ومن بعد نرجعوا مع بعضنا. مشكوره شيف كيما تشوفوا هنا كيما قلت لكم باش نعملوا المونتاج نتاع لي بركيت مع بعضنا الفارس حاضره اللي فيها قلنا سبناخ وقوته من عند مرياح وطن البدر بزيت الزيتونه كيما تشوفوا حتى فصوص الطن مازالوا يلمعوا هذايا دليل على جوده المنتوج من عند بدر وبالطبيعه زدناه فروماج مرياح
اللي هو بالفلفل الاكحل اللي ربيناه وزدناه مع الخليط هذايا. انا باش نكمل نعبي لي باركيت نتاعي ومن بعد باش نرجعوا مع بعضنا باش نعملوا مع بعضنا الصوص نتاع المقرونه اللي قلنا اليوم صوص روزي بالشفريت. دونك تابعونا نرجع لك فاطمه. مشكورين لي شيف. خلينا نعاودوا نذكروا للناس اللي تحب تمشي تعمل عمره في شهر رمضان، دونك تنجموا من توا تمشيوا تقيدوا عند ليبرتا فواياج سواء عن طريق ليزاجونس نتاعهم الموجودين في سليانه في تونس في صفاقس وسوسه، ولا تطلبوهم على 71 90 56 56، والا تتصلوا بهم على الباج فيسبوك ليبرتا فواياج ولا سيت ويب www.libertavoyage.com. نعاود نذكركم انه التقييد للعمره هو انطلاقا من 5 ملايين و600 دينار مع ليبرتا فواياج مع مسيو كالي نقاو كان دي بون زافير اي دي بون كاليتي. فاصل ونرجع. طلت الاحباب والجاره على الخير تلمينا غمزه وضحكه وتباره على عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة وتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف مسهل هالبنة 22 قطعة ديامون 599 دينار. لو سيرفيس ماي ديامون 100% غرانيت 100% لوكس متوفر في 5 ألوان ومعه فور ألوجين بليش. هذا الكل تنجم تكمانجيه على الدبو.ان 599 دينار والتقسيط يوصل لخمسة مرات، ونزيدوك التوصيل بليش. مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل،
توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في لي دو بوينت فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات. الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور. ام اس كوزيني اوترمون. نعرف اوتيل ياسر مزيان، سورتو الماكله، سورتو الماكله ياسر بنينه. هاي والله في مين دينار كام؟ سامحني خويا تحكي على الاوتيل هذا؟ اي انا ريزيرفيت ب 100 دينار. وين كيفاش ب 105000؟ كيفاش عملت؟ يا اخي ما تعرفوش لي برتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس. كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول ليبرتافواياج.com.